ازيكم؟ ولسه بكمل معاكم رحلة البحث عن السعادة. سؤال اتسألته: ازاي املى بيتي سعادة؟ ازاي اخلي اسرتي سعيدة؟ اتكلمت على النقطة الاولانية، وهي ان فاقد الشيء لا يعطي. لازم الست او الام او الزوجة لازم تدور هي نفسها على ايه اللي بيسعدها وتزوده في حياتها، وايه اللي بينغص حياتها او بيضايقها وتقلله. النقطة التانية اتكلمت عن الصحة، وازاي ان السعادة لا تكتمل الا بوجود صحة، عشان ننعم ببيتنا واسرتنا وحياتنا وكل الحاجات الحلوة اللي عندنا. النهاردة بقى النقطة التالتة هي الفلوس. مش هقول الكلام الكلاشيهات المثالي زيادة عن اللزوم، ان الفلوس مش كل حاجة، وان الفلوس ما بتجيبش سعادة، وان كذا وكذا وكذا وكذا. الكلام ده حلو جميل براق، بنقوله لنفسنا او بنسمعه من الاخرين عشان يعني نخفف شوية عن نفسنا، لكن الحقيقة هي ان الفلوس هي اللي بتخلي العالم يدور، هي اللي بتخلي في حياة اصلا. عدم وجود فلوس او دخل بيخلي الحياة تقف. فازاي بقى نفكر في الفلوس على انها تكون مصدر سعادة لينا؟ اول نقطة هو ان ايه دخلنا. كل اسرة ليها دخل، الدخل مرتبط بمين اللي بيشتغل في الاسرة، وبيشتغل في مجال ايه، وبياخد كام، وبيدخل للاسرة قد ايه. النقطة التانية هي المصروفات، يعني في ان وفي اوت. الاوت ده بيعتمد على حاجتين: المصروفات الثابته والمصروفات المتغيره. المصروفات الثابته زي ايجار الشقه او قسط الشقه، المكان اللي احنا ساكنين فيه. المصروفات الثابته زي الكهرباء والميه والغاز والحاجات دي. المصروفات الثابته زي العربيه، قسط العربيه، البنزين. المصروفات المتغيرة هي الحاجات اللي بتتغير من موسم لموسم أو من فترة لفترة في حياتنا. مهم جدا إن كل زوجة أو أم أو سيدة بيت تعرف إيه دخل الأسرة الكلي وإيه المصروفات الثابتة، وبالتالي اللي هيتبقى هو ده اللي هو هتغطي بيه المصروفات المتغيرة. لما نخطط صح لمادياتنا ولأمورنا المادية، أنا هنا ما بتكلمش على إن الدخل كتير أو قليل، أنا بتكلم إن كل واحد على قد الدخل اللي جايله، كل برغوت على قد دمه زي ما بيقولوا. لكن نبقى فاهمين ووعيين. اللي بيتبقى بعد المصروفات الثابتة، هنا بقى بتظهر مهارة السيدة ان هي تعرف ازاي تدبر امورها بما هو متبقي من الدخل. ففي نقطتين مهمين قوي لازم نتكلم فيها. الاولانية هي صراحة الزوجين مع بعض فيما يخص امورهم المادية. النقطة التانية صراحتنا كمان مع اولادنا. زمان كنا بنشتري، يعني كانوا زمان قبل حتى الجيل بتاعي، كانوا بيشتروا الهدوم في مواسم، مواسم موسم الشتاء او في الاعياد. دلوقتي احنا بنشتري عمال على بطال، بنشتري على طول. انا بقولش الكلام ده وليكو، بس انا بقول الكلام ده ليكو وليا بقى. الشراء جزء من ازاي بنرفه عن نفسنا. الأولاد ما عندهمش إحساس بالفلوس. ليه الولاد اليومين دول مش حاسين بقيمة الفلوس؟ لأن هم ما بيعملوش حاجة قصاد إنهم يكسبوا الفلوس دي. زمان كان في مصروف، ولما حد بيغلط بيتحرم من المصروف. دلوقتي ما فيش. دلوقتي الولاد بياخدوا فلوس عمال على بطال، رايحين جايين. لأ، انت ليك مصروف. لا، انت ليكي مصروف، والمصروف قد كده، وهتشتغل يعني قصاد هذا المصروف. انت ما بتشتغلش شغل بيجيب فلوس، لكن عليك مسؤوليات.
مسؤولياتك انك تذاكر، مسؤولياتك انك تساعد في البيت، مسؤولياتك انك زي مثلا بيروح تمرين او حاجة يواظب عليه، هي دي مسؤولياتك. مسؤولياتك دي قصادها ان انت بتاخد هذا المصروف اللي انت بتاخده. مهم جدا جدا ان احنا نربط الفلوس اللي بياخدها ولادنا بالعمل اللي بيعملوه. ما ينفعش انه يطلب فلوس وياخدها، لازم انت عايز الفلوس دي ليه وعشان ايه، مهم ولا لا، نقدر نستغني عن اللي انت عايزه ده ولا لا، والاهم بقى هتعمل ايه عشان تاخد الفلوس دي. اذا ما عملناش كده الولاد بيحسوا ان هم entitled، معناها ان هم حاسين ان ده حقهم. يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني ما انت لازم تدوني، ما اشمعنى اصحابي، اشمعنى فلان، واشمعنى فلان، والكلام ده نعلمهم ونعودهم. وانس ان احنا بقينا بنمانج موضوع الفلوس، بندير موضوع الفلوس، وعارفين ايه اللي داخل وايه اللي خارج وايه احتياجاتنا وايه الاساسيات وايه الكماليات ونقدر نوفر فين ونقدر نعمل ايه وايه اللي ممكن نعمله بذكاء، ان احنا نخلي حياتنا كويسة وسلسة وظريفة بأقل التكاليف، بدون بخل، بدون شد، بدون تنشنة. ليه أنا اتكلمت المرة دي على موضوع الفلوس؟ لأن سبب أساسي من الخناقات اللي في البيت بتبقى على الفلوس، ما بين الزوجين، أنا هجيب لكم منين، أو الأم أعمل إيه، يعني ما احنا محتاجين ناكل ونشرب ونروح ونيجي، والمدرسة عاملة حفلة الهالوين الشهر ده، فمحتاجين نجيب حاجات ومحتاجين نجيب سبلايز والكلام ده. والولاد هو مش حاسس بقيمة الفلوس، مش عارف بتتجاب منين، مش عارف اي حاجة، مفيش قواعد تحدد ازاي هنتعامل مع اولادنا في الفلوس. انت تعمل كذا عشان تاخد كذا، او انت تحوش، او انت انا هديك نص الفلوس بتاعت اللعبة اللي انت عايزها بس انت تحوش النص التاني، وهكذا. فالخلافات على موضوع الفلوس ده مهم جدا. للأسف في بعض الناس اللي في بنود ممكن جدا بل احيانا لازم الاستغناء عنها، زي مثلا بند السجاير، تلاقي بند السجاير 2000 او اكتر جنيه في الشهر رايح لبند السجاير. وللأسف يعني في بعض الاسر وسيدة وسيدات يعني كلموني بتشتكي ان اساسا مرتب جوزها حاجة صغيرة ونصه رايح على السجاير. للأسف ده ادمان، معلش بقى يعني بدون ما نشوجر كوت ونحلي ونتكلم، السجاير ادمان، وربنا يرحم الشخص اللي هو بيشرب سجاير بصراحة، لان ده ادمان. انا مش مؤمنة ان هو عادة سيئة لا يمكن التخلص منها، السجاير ادمان حقيقي وادمان فعلي، زيها زي المخدرات، زيها زي اي حاجة تانية، مادة كيميائية غريبة بتغير كيميائية المخ، موجودة في جسمنا، الجسم بيبني اعتمادية عليها، فبالتالي بيبقى لازم الحصول عليها. هيبقى فيه خلافات وهيبقى فيه شد وجذب، واجيب لكم منين، لا هات لنا ان انت تتخلص مثلا من علبة سجاير، بدل ما بتشرب 3 في اليوم اشرب 2 والباقي دواء يدخل للأسرة. يعني مفيش حل سحري، لكن الرسالة الأساسية اللي أنا عايزة أوصلها هنا إن كل سيدة، إحنا ما بنتعلمش الكلام ده على فكرة في المدارس، ما بنتعلمش الكلام ده، ما فيش كورسات الواحد ياخدها في إدارة المنزل والكلام ده، كان زمان فيه الحاجات دي بس دلوقتي ما فيش. فلازم إحنا اللي نعلم نفسنا بنفسنا، إحنا اللي لازم نفكر، إحنا اللي لازم نستغل كل قدراتنا العقلية في ان احنا نحط نظام محدد. في نظام مثلا بيسموه نظام الانفلوبس او الظروف، ان الفلوس تجاب كاش في البيت. اغلب الناس دلوقتي الفلوس بتنزل على حساب البنك او whatever، بس المهم يعني
مش البلك الكبير من الدخل بيخش ككاش في البيت، لا يدخل ككاش ويتقسم في ظروف، ده ظرف كذا وده ظرف كذا، دي فلوس كذا ودي فلوس كذا ودي فلوس كذا، ونشرك الولاد في العملية دي، لان كتير جدا ان ولادنا ما بيبقوش عارفين ايه الالتزامات اللي عندنا، فمش فاهمين يصرفوا ايه وما يصرفوش ايه. لو سيطرنا على موضوع الفلوس ده هنقلل جزء كبير جدا جدا من الاسترس في حياتنا، وكمان هنقلل عدد الخناقات اللي بتحصل، اللي ممكن تكون خناقات ممكن تكون مش كتيرة بس بتبقى عنيفة وصعبة وبتأثر على المود في البيت وبتأثر على العلاقة بين الزوجين وبتأثر على العلاقة ما بين الأب والأم وأولادهم، وبيبقى فيه كده شد وجذب وتنشانة طول الوقت. الموضوع أنا اتكلمت عنه في أكتر من مرة في فيديوهات أنا عملتها، أعتقد في حلقة من حلقاتي على إذاعة كنداوي كنت عاملة الحلقة دي عن فن إدارة ميزانية الأسرة، فأنا هدور عليها حط لكم بعض الفيديوهات في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، لينكات لفيديوهات تانية ممكن تساعد إن إحنا نفهم إزاي نمانج الفلوس، ندير الفلوس في حياتنا. الموضوع مش سهل، وزي ما بقول لكم انا بادية بالحاجات التقيلة قوي في الاول، سعادة الست نفسها والصحة، والنهاردة الفلوس موضوعات تقيلة وكبيرة، فيعني ما تفتكروش ان هو زرار هنتك عليه وفجأة احنا سعادة وعصافير واغاني وصوت كمانجات من في الخلفية والكلام ده، ولا لا، بس لازم نبتدي، والبداية النهاردة. الفيديو ده يعني مع الفيديوهات التانية، مع واحد كده يقعد كده يخصص ساعة كده بينه وبين نفسه، وكل مرة بقول لكم هاتوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا المعلومات دي، اكتبوا الحاجات دي، واكتبوا يعني اذا اعتبروه كأنه تمرين واعملوه على حياتكم انتم. اشوفكم المرة الجاية.